رح نتعرف عن لمحة تعريفية حول حملة معا لنحارب الوباء مع سيادة العقيد سامر الزيتاوي مدير الإعلام والعلاقات العامة في شرطة طول الكرم. يسعد صباحك سيادة العقيد. صباحكم جد صباح جميع مستمعينا الكرام. يعني انتم بتقوموا بحملات ويعطيكم الف عافيه، وفي احد المواطنين بيقول لك بلا حجر وبلا كورونا ومش عارف هذه الامور كلياتها للاسف الشديد، رغم انه انا ذكرت قبل قليل انه الحياه او الواقع اللي بنعيشه بيقول غير ذلك تماما، انه للاسف في وفيات، للاسف في اصابات كبيره جدا بالملايين، وبل على العكس تماما، يعني كثير امور حياتيه تضررت. لكن خلينا نروح الجانب المشرق، احكوا لنا اكثر عن حملة معا لنحارب الوباء. احنا طبعا يعني بالبداية بنشكر جميع المواطنين الملتزمين بوضع الكمامة، وهي يعني اساسيات لبروتوكول الصحي، وايضا جميع الحريصين على سلامتهم وعلى سلامة المجتمع من حولهم. طبعا بالبداية احنا بنأكد انه حملتنا لمحاربة الوباء جاءت انه المخالفة اولا اللي بيتم تحريرها من الشرطة على الكمامة هي ليست هدف الشرطة، وانما هي وسيلة للالتزام لإلزام المواطنين بوضع الكمامة واتباع وسائل الوقاية، يعني هي الغاية الاساسية لذلك لسلامة المواطنين. طبعا هذه المبادرة اللي قامت بها الشرطة بالامس هي يعني توقفت الشرطة فيها بالأمس عن المخالفات، بالمقابل قامت بتوزيع الكمامة بديلا عن المخالفة لغير الملتزمين. يعني جاءت هذه بناء على تعليمات سيادة اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة ومدير شرطة محافظة طول كرم، من أجل إعطاء هامش للمواطنين حتى أنهم هم يفكروا أنه فعلا أنه إحنا انه الشرطة فعلا هي مش انه هي نظريتها انه فقط للمخالفة، وانما هي لسلامة المواطنين. طبعا كان ذلك من اجل تعزيز ايضا الاجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا في مجتمعنا الفلسطيني. يعني بالامس كان تكثيف للاجراءات الوقائية من قبل جميع ادارات الشرطة في محافظة طول كرم مع الاجهزة الامنية. كان هناك طبعا حملات توعية للمواطنين للحد من انتشار الإصابة لفيروس كورونا، بحيث تم توزيع مئات الكمامات على المواطنين من أجل الحفاظ أولا على سلامتهم وسلامة من حولهم. نعم. كان في تأكيد من قبل الشرطة أنه هي المخالفة بحد ذاتها مش هدف أساسي وتحريرها، لكن تحريرها لغير الملتزمين هو كان واجب حتى انهم هم يلتزموا. نعم. طبعا احنا يعني في هذا الموضوع قمنا لرفع مستوى الوعي، يعني في بالامس قمنا لرفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة الالتزام بالاجراءات الوقائية، وايضا قمنا بتعريف المواطنين ايضا بخطورة هذا الفيروس. نعم. على صحة المواطنين. تحدثت قبل قليل وقلت انه في ناس لحد الان مش مآمنة في وجود هذا الفيروس. لا، هو يعني لا شك انه في محافظة طول كرم هناك ارتفاع بالاصابات. صحيح. ويعني احنا وارتفاع مخيف سيد سامر. صحيح. احنا بنقول امبارح 57 حالة، مش بسيط على محافظة طول كرم، وهذا الشيء ينذر باننا نسير ربما الى الخطر بصراحة، لانه احنا اصلا عارفين امكانياتنا الصحية فلسطينيا، فما بالك بكرمية، وايضا الاصابات اللي تسجل في صفوف الطواقم الطبية، هذا الشيء يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار. يعني إذا لا سمح الله انتشرت أكثر في صفوف الطواقم الطبية ما حدش رح يضل عشان يعالجنا، وبالتالي هذا شيء مهم جدا الالتزام بالكمامات. إجمالا هذه الحملات معممة على كل المحافظات؟ طبعا كانت هي حملة لمحاربة الوباء، كانت هذه المبادرة يعني في كل محافظات الوطن بناء على تعليمات أنه إحنا في بالأمس وقفنا المخالفات على أساس أنه إحنا نعطي زي ما حكينا هامش للمواطن في جميع المحافظات انه احنا ما بدنا نخالف اليوم، لا بالعكس احنا بدنا نعطي مخالفة للغير ملتزمين حتى انهم هم برضو يفكروا انهم يعرفوا انه فعلا لازم يكون في حرص من قبلهم اكثر من انهم يخافوا من المخالفة. نعم. يعني احنا ما بدنا يكون فقط خوفنا من المخالفة، احنا بدنا نخاف على انفسنا، على اسرتنا، على مجتمعنا.
نعم. يعني احنا بنسعى من خلال تجديدنا في تطبيق البروتوكول الصحي، اولا وضع الكمامة التباعد بشكل رئيسي طبعا، حتى انه نحد من الاصابة بالفيروس في محافظتنا وخاصة طول كرم. يعني احنا يعني بنسعى من خلال توعيتنا اللي تمت بالامس في جميع المحافظات الالتزام، يعني حتى نحد من الاصابات لنصل طيب. الى صفر ان شاء الله. نعم يعني واضح انه هنالك استخدام لاسلوب بين الشده واللين، لكن بصراحه يعني احنا نتمنى ان يتم جني الثمار الايجابيه والطيبه صحيح. من هذه الحمله، وان مره اخرى نراهن على وعي المواطن، لاننا في المرحله السابقه فشلنا بصراحه بالاعتماد على المراهنه على وعي المواطن. لكن السؤال والاستفسار هنا، هل سيتم أيضا الرجوع إلى نظام المخالفة إذا لم يتم الالتزام؟ لأنه وقد شفنا في مخالفات ما شاء الله قلبت الدنيا كمامات، وكان في بالفعل التزام. فإحنا مش مع سياسة دائما وأبدا إنه العقاب والمخالفة، ولكن إذا كانت تنفع وتعطي فائدة فلما لا؟ ولا شك انه يعني في يعني عندنا وعي نوعا ما، وفي المواطن في كثير من المؤسسات ملتزمه في هذا البروتوكول، وفي من المواطنين بتوقفي انت على في الشارع بتلاقي في كثير من الماره والسائقين كلهم يعني في التزام، بس لكن مش بالشكل المطلوب. ولكن احنا زي ما حكينا يعني احنا بالامس توقفنا، لكن احنا مستمرين بتطبيق يعني قوانين اللي الصادرة من الحكومة، يعني بخصوص اللي هي المخالفة على الكمامة وعلى البروتوكول، المخالفين للبروتوكول الصحي. يعني احنا اليوم رايحة تكون في برضو فرق تفتيش، يعني تستمر فرق التفتيش اللي هي مكونة من الشرطة، من الصحة، من الضابطة الجمركية، ومن الاقتصاد الوطني. نعم. هذه اللي هي في يوميا في عنا فرقتين صباحية ومسائية. وطبعا من خلالها بيكون أيضا طبعا اللي هو تحرير مخالفات بحق المخالفين صحيح. وبالتأكيد هنا نود التذكير مرة أخرى، نحن لا نروج لموضوع دفع المخالفات، لكن إن بصراحة وجب الأمر وإن كان هنالك حاجة لغير الملتزمين بأن يدفعوا المخالفات فلما لا. والأهم من ذلك هو من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والعودة إلى الالتزام مرة أخرى. صحيح. وبالتأكيد الموضوع برمته يتعلق يجب أن يكون هنالك إلزام بارتداء الكمامات من قبل المواطنين في مختلف الأماكن، لأن المواطن بخاف على جيبته سيادة العقيد. فمشان هيك احنا بهذا الهدف، وزي ما كمان في كل المناطق مش بس عندنا هون فلسطين، حتى في الداخل فلسطين المحتل بخافوا انهم يدفعوا ال 5000 شيكل. احنا بنلاحظ اختو أيوة. احنا بنلاحظ يعني اما احنا متواجد في الشارع بنلاحظ انه فعلا في التزام من قبل المواطنين. هو يعني بيكون خوف من المخالفه، ولا بيكون خوف هو على مصلحه المواطن، هو يعني خايف على مصلحته. لا احنا بنتمنى انه يكون هو خايف على مصلحته اكثر من خوفه من المخالفة. طبعا انا بس بحب اكد في موضوع الـ يعني بالنسبة للمركبات، يعني في ناس بيسألونا شو بالضبط المخالفة بتكون في المركبة. طبعا احنا بنرد نعيد بنقول انه اي شخص بيكون داخل المركبة لو لوحده طبعا ما في عليه اي مخالفة، بس الاصل انه تكون الكمامة موجودة معاه، بحيث اذا وقفوا حدا او دخل عليه حدا معاه يكون معاه كمامته. زائد اذا كان الواحد مع عائلته في المركبة ما في عليه اي مخالفة، ما في اي مشكلة. يعني القصد انه اذا كان يمتلك الكمامة ومش حاططها وهو في السيارة ما في عليه مخالفة طبعا، لوحده ولا لو كان معه شريك في حدا جالس جنبه؟ اذا كان لوحده ما يعني مش لازم يكون هو حاطط الكمامة. هلا ممكن هو يكون حاططها يعني بشكل مش كامل اما هو بيكون هو مش ملزم بوضعها بشكل كامل. اما بحيث اذا كان معاه حدا راكب من غير العائله فهو ملزم بوضع الكمامه هو واللي بيكون موجود معاه. تمام. اما يعني اذا كان حدا من افراد العائله موجود معاه فغير هم كلهم
غير ملزمين بوضع الكمامة من نفس العائلة. إجمالا يعني صح. الصورة وضحت، وبالتأكيد نتمنى لكم كل التوفيق، ومشكورين المواطنين الذين يساهمون أيضا مع الأفراد الشرطيين في بالتأكيد مثل هذه الحملات. نوجه التحية في هذه اللحظة للمواطن ماهر الحنتولي من سلطة الظهر الذي أيضا هو الآخر، هنا نذكر مواقف جميلة وإيجابية كان قد ساهم مع الشرطة بتوزيع كمامات لأجل الحفاظ على سلامة المواطنين، وبالتأكيد نتمنى ونحن نشكره أيضا. نعم، ونتمنى دوام السلامة والصحة والعافية، واللي ما بيتبعش التعليمات خلي الجيبة تدفع. أنا دائما أقدر بنقول إحنا صح بنحب صحتكم وبنحب الحفاظ على صحتكم، بس أنت ما بتأذي نفسك لوحدك، أنت بتأذي كل اللي حواليك لما ما بتلتزم. شكرا جزيلا الشكر. نتمنى السلام للجميع إن شاء الله. نعم، وأنها تكون دائما طول كريم، هي زي ما دائما هي بقول منقول عنها دائما محافظة النجاح. نتمنى أنه تكون هي في كل شيء ناجحة، وأنه يكون دائما يعني رصيدنا من الإصابات بيكون دائما صفر إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد سامر الزيتاوي مدير العلاقات العام والإعلام في شرطة طول كرم، شكرا جزيلا لك، ونواصل المشوار الصباحي مع